اريد احافظ على هذا المنظر الجميل اللي عندي بالمطبخ، شلون اذا كان بهذا الضلع الاصفر كاونتر ومعلق، هسه اشوفوا انه هذا الشباك قاعد بالصوره الصحيحه لو لا، فاروح انه اودي هذا المعلق انه فصلته وجاي هذا يشده، فراح شي باوع، راح يباوع انه اول شيء يلقى عنده انه هاي الفتحه مال الشباك بعد ما ينفتح لي الشباك، يعني راح يطخ بالمعلق ولا الباب انه ينفتح لي، لان انه عندي برده ممكن اخلي برده هنا، فهذا الشغل خطا. شنو الصح؟ الصح يا حبيبي انت انه اوخر هذا المعلق، اوخره هذا الشباك لازم يبتعد لي بنزال المعلق، نزال المعلق 35، فهذا الشباك ايش قد لازم ابعده؟ شوف هذا الرقم 20 22، لازم ابعده عن الحائط مسافه تقريبا 35، يعني جزء ابعده مثلا 40، خلينا نقول اذا عندي مسافه شوي كبيره وشباك كبير. هسه لما اجي اقعد المعلق، بالله خلنا قاعده، والله قعد بالصوره الصحيحه، بالله ابا علي من هالطرف، مو يم الشباك اصلا. هسه اذا الشباك مالتي قاعد بالصوره الصحيحه والمعلق همين، وممكن اضيف له برده، ممكن اضيف له برده، راح تقعد لي بالصوره الصحيحه البرده هنا. راح شو تقول؟ تقول عاش تيدك والله، هاي البرده مالتي وهذا المعلق ومحضر لكم كوم وسوالف، هاي باعوا محضر لكم هواي اشياء. فمن شركه جايزن كانوا وياكم علي ليو، لا تنسى المتابعه والاشتراك، حياكم الله وانتظروني مقاطع فيديو جديد.